ما شافش الجزء الأول من الفيديو راح تلقاه الرابط في التعليق الأول. تحكمش على حاجة وانت جاهل، وما تهدرش على حاجة وانت ما راكش فاهم. الدنيا تمشي بالعقل والرزانة، ماشي بكثرة الكلام وقلة الفهامة. نديرو العشاء نتعشاو. ماشي يوسف، راه جاي يوسف من الرياح. ها اسمع بعدك كيما يوسف سخن سخن. كنت سخنوه ماني لاب، راني ما حبيتش نبدلهم، حيت قلت حتى ندخل في الساكوشه نبدل لبست قاشر. عمي تميزلنا ليها بصح. بصح خدمناها هايله بصح. نقولك حاجه، الله غير النعمه هي. بسم الله نطيبوا هذا اللعب. وش هذي؟ بسم الله سقيت حار حمص. بسم الله سقيت حار الحم. ها؟ تجربة شباب بالواعر راه؟ بالواعر بالواعر قليل هذي قليل في الجزائر. واش انت اول واحد وما بايش كون انا داروها في الجزائر؟ رانا ميك هنا الولا نورمال مو صح مليح. يطلع شوفوا نوش بيه ضعيف هكذا مترعد. انا وش شوف فيها حرارة هي ناقصة. الفندق الثلجي. الفندق الثلجي يا يوسف. سيد اخينا هذاك اللي جا فايت نخلع. كان والو واه. وجا فايت من الفوق قلت له يا ودي ولدي راهي افطر والت تحت المعلم. يدخل عندنا ديريكت. والله راهي افطر والت تحت. قال لي الحمد لله احنا سلكنا البناء الريفي. ما سلكناه. بناء الريفي يا طيب. ما بناء الريفي يا خو. خلاص. الله على خير من الدار، خير من الدار. مشى لك التليفون لقيتو. واحد البنا ابن عمي. ابن عمي شحال مزهر كمت يوسف كمت. شوف لا برد ولا جريت تبرد كاع صايف. هو بكر على الهراء والبرد، هو الداخل ما كانش البرد شتو دافي كان. انا قاعدين على الثلج ومش مخيف. الحمد لله الذي اطعمنا سبحانه وكان من الله كفاه له لا مأوى. طيب من بعد سخنوا كم تبو صيف يا ريقل. طيب نروح نزيد نكمل انا ربي فوق يوسف. انا نرقد نهار عيت يا يوسف.
انا خدمت خندق. يا يوسف تبع بخير. لا الحمد لله راح هذاك البرد. كيفاش نديرو؟ كيفاش ما نخلي الساكو شاشي يطيح لي في التلج ولا يخبطني؟ ندخلو في ساشي آخر. أحسن مغامرة وأدمن مغامرة خدمناها المرة هذي. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجدت داري. صباح الخير يا ربي. قلنا نقضى في الشباب في وسط الثلج شويه، كاين برد شويه. هذا كل حال تاع كوشاج يسلك. أوه القدام إن شاء الله. الله يبارك. الساعة شحال إن شاء الله؟ هي النهار الصبح 6:51 7. غادي نوض يصلي قبل ما يروح وقت الصلاة. هذا جاري راه هنا يوسف. يا يوسف يا يوسف مسكين خدم على شغل بير. يوسف وين راك يا يوسف؟ وين راسك؟ والخير الله علينا. واحد الدفا يا طيب. الله غير اقسم لك بالله خير من لاطوط يا طيب. جويت 3 تاع الصباح والله حسبت روحي في دار. لا لا خير من لاطوط. اسمع زعما لو كان دايما كيما هاك ما ديرش كاع لاطوط. خلاص يا خويا يا خويا الله يبارك ما شاء الله.
فيها مغامرة في الواحد. شروق نروح نديرو فيها فوطو الصباح. عرفنا على الخندق تاعك. ايه الخندق تاعي، الخندق تاعي ولي شغل اوتيل فيه منا وين تحط دوزان تاع التصوير ومنا المطرح تاعي وهنا الكوزينة راني يعني دايرها وحدها منا الكوزينة هاي كلشي بيان هاي كوزينة طيب. البيض راهو طاب طاب في المليح البيض اها باش نديرو نقلو فيها المرقاز يوسف. راح نولو كيما السوريين فطور الصباح جوعنا. هذه هي انا راح نديرو كسر السفرة كيما السوارة يوسف. ما تنساش صورها طيب. ايه دوك نروح نصورها. كبيرة كبيرة. هذا الضبع هذا لبس بيه راه ياكل مليح يا خويا. راه ياكل بنان. خلاص. دوزيام موسى ايه الزيتون. الزيتون. مليح. لازم نشبعوا مليح وما بعد روح شبعان. طيب يا طيب. اسمع الضوء نتاعك كي كنت شعلها في الليل. اه. يكون من الفوق ويشوف الضوء. ما كاش منها. والله. نورمال. نسيتها شاعله على بالك ما طفيتها. المهم نورمال الضوء تبان عادي. الملح هذاك. نديرو عليك طاكين. الحمد لله يا ربي. يوسف هذه القهوة تاعنا حنايا. فطور الصباح. الله يا يوسف غير جوعت. والله يا خوتي كان طايح لنا واحد المطرة قلنا هنا تاع لاطونت على كل حال اللي كنا نكيلو به البلاصة. يوسف مع الأول حفر هنايا. بعدها باش حفر الهيكا حفر هنايا وبعد لقاها بلي ما تساعدش. اليوم كي جينا ليكيبيرو هذاك المطرك تاع لاطونت واش نلقاو؟ لافات انورمال سبحان الله. الله شوف شوف شحال كبيرة تعمل هذه يوسف. زيد زومي قد نشوف. ايه كيف تبدا هكذا شوف. شوف
دير هاي جدك وشنو هذا؟ جار قد لهنا ولا وشنو؟ ممكن ايه بالك يكون تخلي رقد فيها. سبحان الله. يا نهار ما شاء الله. خرجت ندوز عن قبل رابش ما نعاودش نتشمخ يكون ستة فيه. دوك نعاودو نديرو التستيفا ان شاء الله ونقلعو. هنا مروا وكانوا قدوة. بعد ما مر اسبوع كامل على بنائنا لخندق التلجي كانت لي زيارة جديدة من عند اخواننا، وهذا الدليل على قوة التماسك والخلوص والاتقان في البناء، والحمد لله على كل الاحوال. اولي اولي كل هذا شعارنا ألف تبر لا حفرة اليوم. على خير خلوها الكش واحد يجيبت فيها غيرك جرايح تخليها تعب لي تعبتوا عليها بطرها وتخليها ما تعشرها بتوزمت حولي
والله غير وصلنا بالقفله الهبطه يا اخويا، ما جينا نطلعوها البارح يا اخويا. شو وراك شو؟ شوف 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 شو